بالنسبة لحضرتك اللي هي رجع البيت للراجل اللي سايب مصر في القانون القديم. لا تقصد السؤال السائلة الكريمة عن قانون الإيجارات القديم. أنا أقولها لله ولا أخشى في الله لومة لائم. قوانين الإيجارات القديمة للعقارات سواء منازل أو شقق أو إلى آخره أو كان حتى الأرض، وقيل في زمن ظروف معينة في أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وده كانت حقبة اشتراكية. هذه الحقبة لا تناسب الإسلام، فأنا أقولها واضح، قوانين الإيجارات القديمة للعقارات مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا. مخالف؟ أيوة. ليه حضرتك؟ لأن انتقل من مستأجر لمالك. انتقل من مستأجر لمالك ظلما وعدوانا. فأنا هنا حضرتك أقرر قاعدة فقهية، وأنا طبعا أشرب بأني أستاذ للفقه في جامعة الأزهر. جنابك كل العقود اللي هي المعاملات تقبل التأقيت، يعني المدة ما عدا عقد الزواج على مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة. فحضرتك كل العقود تقبل التأقيت كلها مدة محددة. فيوم ما يجي يعني نظام من النظم ويؤبد عقد زي عقد الإيجارات فقد خالف القرآن والسنة، لأن حضرتك الـ ربنا سبحانه وتعالى شرع الملكية الخاصة. أنا أصبحت لا أملك، يعني لما يجيني النهاردة شقة في القاهرة إيجارات قديمة، الشقة بستة جنيه وتمانية جنيه وعشرة جنيه، وأيام المهجرين الشرفاء لما جم وأنا أناشدهم لما جم من بورسعيد وجم من السويس ومجم من الإسماعيلية أيام حرب 67 وأخذوا شقة وبعدين تركوها وعادوا إلى بلادهم. أنا أقول لهم حرام الاحتفاظ بهذه الشقق، حرام. وأنا أقول أيضا للي هم ربنا وسع عليهم وبنوا في الشيخ زايد وأكتوبر والتجمع والكلام ده وبعدين يغلقون الشقق أو لا يدفعون بها، ويحرمون ملاك الأصليين. ما تقولون لربكم غدا حينما تقرؤون في الدنيا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إغلاق الشقق أو حتى يعني يكون عنده البدائل ويحرم المالك الأصلي من أن ينتفع، ده أكل لأموال الناس بالباطل وده سحت. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إنما يجي أبد للعقد. كانوا زمان ويورث بقى الأب التوريث ممنوع حضرتك.